اللبناني لعب المباراة، وهذا الشيء بيرفع الراس وخي ان شاء الله يا رب يكملوا بنجاح هالحكام اللبنانيين بقيادة مباراة النجم والانصار، لان احنا بنعرف شمال من هاللقاء مع مشاهدين ام تي في. اللقاء الرقم 74 على صعيد ديربي بيروت ديربي لبنان مباشرة من عاصمة الشمال، التحية متجددة لكم أعزائي المشاهدين، وأيضا بحضور لافت من بيروت الأخضر يلي أمتع وسجل وتصدر حتى قبل انطلاق الجولة بعد فوزه بثلاث مباريات مثل ما قلت على الاقتراب من الصدارة مجددا بعد فوز العهد امبارح على الرسيك وابتعاده عنه بفرق أربع نقاط. أما الأنصار فعم يسعى إلى أنه يكون شريك بالصدارة مرة جديدة من خلال انتصار اليوم. مشكلة الأنصار الكلاسيكي خليني اقول امامنا على الشاشه، نزيه اسعد بحراسه المرمى من اليسار الى اليمين، حسن كعفراني، اليكس ملكي، ماكسيم عون، منصار نصار بخط الوسط الثنائي نادر مطر وعلي 12 ستيس امامه، راح يكون موجود حسن معتوع على طرفي الملعب الجزائري، هشام خلف الله والفلسطيني محمد حبوس وهداف الهدافين الحاج مالك طال السنغالي. فريق النجمي ما في ولا لاعب معه بطاقتين، الحاج مالك حاج مالك حاج مالك حاج مالك شعب تعبير ببداية مباراة جول، الحاج مالك عم بيولع طرابلس عم بيولع الشمال بهدف مبكر ببداية مباراة الحاج مالك الجزار، الحاج مالك مرعب الحراس، الحاج مالك عم بيهز الشباك ليتقدم الانصار 1-0 وهدفه العاشر بالدوري اللبناني. حائل لك تحتفل، بحائل لك تنبسط، شو التمريره الرائعه، والحاج مالك ما بيعمل لها شيء ابدا ابدا، عن السبع عم بهز الشباك ومتخصص بتسجيل الاهداف بمرمى فريق النجمه، الحاج مالك عم يفتتح التسجيل كمان مره ما بيغلط بيسجل 1-0 مباراة. علي معتوع عم يطلبها منه بمررها للمعتوع، لكن المساحة ضيقة أمام المعتوع ولاعبين عم يطردوه، النيكوراني وبلال نجدي، توصل عند عبد الله ياسين منه لعند نادر مطر، نادر بينقلها على الجهة اليمنى حلوة لعند نصار، نصار نقلة كرة جميلة وفوتبول حلو من الأنصار مع الحاج مالك فوتبول حلو من نصار، والاحلى كان الحاج مالك طال يلي عم بطل مثل ما قلت باحلى طله، طل امر الانصار وسجل جزاء، ملك بكل الملاعب، ملك كل المناطق، وملك هدافي لبنان بهدفه ال 11، الحاج مالك طال عم يقل ان الاجانب العالم طبعا تعادلوا معه 1-1 ببداية السداسية، ومن بعدها حققوا أربع انتصارات الأنصارية ليكونوا موجودين على رأس قائمة الترتيب العام قبل اللقاء المنتظر، اللقاء المتجدد الأسبوع المقبل فارس أنصار عهد قمة القمم. رح يعني مبروك لفريق الأنصار، الأنصار بالشوط الثاني كان أفضل، هارتك لفريق النجمة، بطولة بعدها طويلة ما في شيء انتهى أبدا، الأنصار عم يرفع رصيده ل 23 نقطة مثله مثل فريق العهد، بينما فريق النجمة رح يتجمد رصيده عن 19 نقطة من بعد ما تلقى خسارته الثالثة بالدوري مقابل ثلاث تعادلات و10 انتصارات، فرحة أنصارية كثير كبيرة.